القافلة هذه نظن سيد ولي ولاية الجزائر واللجنة اللي تشرف على الاحتفالات بمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال والشباب قرروا باش تنطلق من القصبة وبالضبط من قلعة القصبة. نظن القافلة هذه فيها حوالي 1000 شبل وقائد تاع الكشافة مقسمة على 50 فوج، كل فوج عنده نقاط يزورها. النقاط هذه كاين 50 نقطة على مستوى القصبة تمثل 4 جوانب. الجانب الأول جانب ديني اللي يتمثل في المساجد العتيقة والقديمة تاع القصبة. الجانب الثاني وهو الجانب الثقافي. الجانب الثالث هو الجانب الحضاري للقصبة. والجانب الأهم من هذا كله هو الجانب الثوري. الثورة أنتم تعرفوا القصبة كانت معقل للثورة ويقال عنها احنا نسميوها نقولوا قلعة الثورة والثوار. فما جاش من فراغ هذا التحضير هذا ولا تخصيصها بهذه العملية هذه. اليوم باش نعرفوا الأجيال الصاعدة بلي هذه القصبة هذه اللي راهم يشوفوا فيها عبارة عن أطلال كانت هي حامل المشعل تاع الاستقلال تاع الثورة والاستقلال. ووصلنا للاستقلال بفضل الناس اللي كانوا مستقرين فيها ويحاربوا ووصلوا البلاد لهذه الحالة هذه. نتمنى من الشباب تاعنا يفكر بمنطق بلادنا، بلادنا ما عندناش بلاد أخرى.